عاجل ملاحقة أموال قادة الشرعية الفارين من مأرب بعد تقدم الحوثي للمدينة. لنشاهد التفاصيل. نفذت لجنة تابعة للبنك المركزي الثلاثاء حملة تفتيش مفاجئة على محلات الصرافة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بحثا عن تحويلات وأرصدة تتبع مسؤولين في قوات الرئيس هادي يحاولون نقلها إلى الخارج مع اقتراب الحوثيين من حسم معركة مدينة مأرب. وأفادت مصادر في البنك المركزي بعدن بأن تكليف اللجنة تم بناء على توجيهات سعودية إماراتية بعد رصد تحويلات ضخمة إلى الخارج، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد قائمة بأسماء القادة العسكريين والمسؤولين المحليين ممن يتهمون بنهب المال العام وتحويله. وتهدف الخطوة إلى ملاحقة القادة ومنع انهيار العملة التي وصل سعر الريال خلال تعاملات الساعات الماضية إلى أكثر من 1536 ريالا للدولار، وسط انعدام للمعروض بفعل عمليات السحب الناتجة عن تطورات مأرب وتوجه قيادات محلية وعسكرية لمصارفة ما بحوزتها من أموال بالعملة الأجنبية استعدادا للسفر. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.